بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الدكتور سيد صالح، أستاذ متفرغ طب نفسي كلية طب جامعة المنصورة. هقدم لكم محاضرة النهاردة عن الريليفانس اوف ليرنينج ثيوري تو سايكوثيرابي، اللي هي نظريات التعلم في وعلاقتها بالعلاج النفسي السلوكي. ونبدأ أول حاجة، ده الإيميل بتاعي. هنتكلم عن أول حاجة اللي هو الليرنينج أوتكم. إن في نهاية المحاضرة دي لازم كل واحد يعرف أو يبقى خبير في الأوفر فيو أوف ليرنينج سيريز، في الهابيتويشن والسنسيتيزيشن، وفي الكلاسيكال كونديشننج والأوبرانت كونديشننج، وال various methods of behavioral theories. طيب، قبل ما نقول أي حاجة هنشوف حالة. الحالة دي عبارة عن ولد عن 9 سنين، والده كان بيوبخه عشان قاعد يذاكر قدام التلفزيون وبيحل واجباته قدام التلفزيون، لكن لقى إن مفيش فايدة والولد فاضل يأدي يتفرج على التلفزيون، بل بالعكس زادت فرجته على التلفزيون. فالأب كده فقرر إن هو يهمل سلوك الولد في إن هو يتفرج على التلفزيون. في خلال أسبوع بدأ الولد يتوقف تقريبا عن الفرجة على التلفزيون، وبعدين بدأ يعمل واجباته المنزلية. فالسؤال هنا، تدخل الوالد يمثل أي نوع من أنواع اللي هو في منعه ابنه من عمل الواجب بتاعه وفي نفس الوقت ما يتفرجش على التلفزيون، يبقى مركز يعني في واجبه، فاستخدم أي أسلوب من أساليب التربية أو التعلم؟ هل البوزيتيف رينفورسمنت اللي هو التحفيز الايجابي، ولا البانشمنت العقاب، ولا المودلنج اللي هو المثل، ولا الشيبنج تغيير السلوك وتشكيل السلوك، ولا الاكستنكشن اللي هو الاطفاء؟ طبعا واضح ان هو اهمال الوالد للابن الفترة اللي هو قعد أسبوع فيها ما يهتمش بيه وهو بيتفرج على التلفزيون، فاستخدم أسلوب الإكستنكشن. وده يمكن هنقدر نتكلم فيه ببساطة في بقية المحاضرة. طيب، إيه هو لما نتكلم عن أوفر فيو أوف ليرنينج سيريز، هنلاقي إن الليرنينج سيري التعريف بتاعها هي acquisition أو اكتساب new behavior pattern، يبقى هو اكتساب سلوك نمط سلوكي جديد. والmethods of learning هما يا إما يكونوا simple form زي الhabituation والsensitization اللي هو التعود والتحسس، وفي مور كومبلكس اللي هي الكلاسيكال كونديشننج اللي هو نوع من انواع التعلم، والاوبرانت كونديشننج اللي هو النوع الثاني. وثالث حاجه اللي هو الليرنينج ميثودز اللي هي بتبقى اساس للايه للبيهيفيورال تريتمنت اللي هو العلاج السلوكي، اللي هي تكنيكات او التكنيكس بتاعه العلاج السلوكي زي سيستميك ديسنسيزيشن، وزي الافيرسيف كونديشننج، وزي الفلودنج، وزي البايو فيدباك، والتوكن اكونومي، والكوجنيتيف ثيرابي. ممكن نختصرهم ببساطه اللي هي سيستميك ديسنسيزيشن اللي هو عامله زي عمليه التطعيم، اللي هو التخفيف المنظم، والافرزف كونديشننج اللي هو التنميط العقابي، او والفلادنج اللي هو الفيض او الغمر، او البايو فيدباك اللي هو التغذيه الرجعيه،
والتوكن ايكونومي اللي هي الهدية، والكوجنيتيف ثيرابي العلاج المعرفي. طيب بعد كده بنلاقي ان لما نيجي نتكلم عن الهابيتويشن والسنسيتايزيشن، هنلاقي الهابيتويشن بيسموه برضو دي سنسيتايزيشن، مش سنسيتايزيشن، اللي هو عكس السنسيتايزيشن اللي هو عكس التعود. وهي ريبيتد ستيميوليشن بينتج عنها ان الريسبونس يقل. فكل ما نزود الاستيميوليشن كل ما هيقل الريسبونس. والمثال بتاعها الطفل اللي هو بياخد حقنه كل اسبوع عشان معالجه الحساسيه، بيصوت اول ما يدخل ياخد الحقنه، لكن مع الوقت بيبدا يقل الايه الرعب اللي بيحصل له في كل مره يتحقن فيها. لكن سنسيشن اللي هو التحسس او اللي هو ريبيتد ستيميوليشن بينتج عنه انكريزد ريسبونس، يبقى هو عكس الهابيتويشن. يعني في الهابيتويشن كل ما يزيد الاستيميوليشن كل ما يقل الريسبونس، هنا كل ما يزيد او يتكرر الاستيميوليشن كل ما يزيد الريسبونس. ودي مثال الطفل اللي هو بيبقى خايف من عقارب، بيبقى كل ما يشوف العقرب كل ما ينزعج اكتر في كل مره يشوف فيها السبايدر. والامثله كثيره، لكن احنا اهم حاجه عندنا احنا كمثال بسيط وفهمنا يعني ايه هابيتويشن ويعني ايه سنسيزيشن. ودلوقتي هنتكلم عن الكلاسيكال كونديشننج. فقبل ما نتكلم عنه لازم نتكلم عن القواعد العامه بتاعته اللي هي البرنسبلز. ففي الكلاسيكال كونديشننج اللي هو التعلم الشرطي الكلاسيكي، هنلاقي ان الاستجابه او السلوك الطبيعي او الانعكاسي او الغريزي بيبقى بيظهر بالليرن ستيمولس. والليرن ستيمولس بيبقى عباره عن كيو او رمز من احداث داخليه او خارجيه، من انترنال او اكسترنال ايفنت. وهذا النوع من التعلم بنسميه associative learning. و بيولوجيكال سبيكينج هنلاقي ان الاناتومي بتاعه والفسيولوجي موجود متمركز في الهيبوكامبس اللي هو مسؤول عن الاسوشيتيف ليرنينج، وبيبقى مهم جدا للتعلم الارتباطي. والسيربيلم، والسيربيلم زي ما احنا عارفين ان هو بارتيسيبيت في التعلم الشرطي، خصوصا في الارتباط بالسلوكيات او بالمهارات الحركيه. بعد كده ايه هي الاليمنتس بتاعه الكلاسيكال كونديشننج؟ هنلاقي الاليمنتس في الكلاسيكال كونديشننج بتحصل عن طريق اربع حاجات، منهم الانكونديشند ستيمولس والانكونديشند ريسبونس والكونديشند ستيمولس والكونديشند ريسبونس. طب في الانكونديشند ستيمولس عباره عن انه تلقائيا الكائن ما بيتعلمش هذا الاستيمولس، ولكن هو موجود بالطبيعه زي ريحه الاكل. واحنا زي ما شايفين في الصوره الكلب بيبص للاكل فبيحصل له او بيشمه فبيحصل له سلايفيشن. فالاكل هنا بنسميه unconditioned stimulus، حاجه طبيعيه، وناتج لكده هيحصل unconditioned response. والunconditioned response بيبقى في صوره الاستجابه لرؤيه الاكل او شم ريحته، فبنسميه reflexive behavior او natural behavior.
وده بيبقى عبارة عن إفراز للعاب، وده ناتج لشم ريحة الطعام، وده باين في الصورة برضو. طيب ايه هو بقى ايه هو الكونديشند ستيمولس؟ الكونديشند ستيمولس بيبقى عبارة عن مثير بيتسبب عنه ريسبونس، بس الريسبونس هنا بيبقى تابع للتعلم، زي مثلا ايه ان احنا نعمل له الساوند اوف لونش بيل اللي هو جرس الاكل، او ويستل اللي هي صفاره. فده بنسميها الكونديشن ستيمولس. هينتج عنه ليرند ريسبونس اللي هو بنسميه الكونديشن ريسبونس، ان الصفاره نفسها بتستثير اللعاب اللي هي كانت قبل كده بتستثار فقط بايه؟ بالمثير الغريزي اللي هو الانكونديشند ستيمولس. فبقى دلوقتي احنا علمنا الكلب ان لما نصفر له او نديله جرس مع الاكل بيجيب له عاب، وبندخل له الصفاره او الجرس فبيثير اللعاب، فعاد الجرس لوحده او الصفاره لوحدها تثير اللعاب. طيب في بقى ثلاث حاجات مهمين لازم نعرفهم في الكلاسيكال كونديشننج، اللي هو ريسبونس اكوزيشن واكستنكشن وستيمولس جنراليزيشن، اللي هو اكتساب المثير او الاطفاء بتاع المثير، فما بيحصلش الريسبونس، والستيمولس جنراليزيشن اللي هو تعميم المثير. فالريسبونس اكوزيشن هو اكتساب الاستجابة اللي هي ناتجة عن الكونديشن ستيمولس بعد كده، وديت بتبقى ليرند. فلما نقولها in English هنلاقي in acquisition the condition response example salivation in response to lunch bell أو whistle or whistle، وده بيبقى ليرند. طيب احنا بابلوف في الاول، واحنا عارفين بابلوف هو اللي عمل التجربه، عمل الجرس الاول من غير اكل، فهنا الدوج ما عملش سلايفيشن. بعد كده قدم الاكل لوحده، الدوج او الكلب عمل سلايفيشن، فبدا يقدم الجرس او الصفاره مع الاكل فحصل سلايفيشن، وبعد كده سحب الاكل، وبعد تكرار هذه العمليه سحب الصفاره، سحب الاكل واستخدم الصفاره او الجرس، فبدا يحصل سلايفيشن. طيب في الاكستنكشن او اللي هو الاطفاء، وده بيبقى كونديشن ريسبونس، بيقل الاستجابه اللي هي المتعلمه، بتقل لو الكونديشن ستيمولس نيفر اجين بيرد وذ ذا انكونديشن ستيمولس. وده مثال عندنا في الصوره، ذا ساوند في الاول في الكلب، ان الساوند اوف لونش بيل نيفر اجين بيرد وذ انكونديشن، فبدا مع التكرار ينطفئ الايه؟ ينطفئ البيهيفير اللي هو السلايفيشن. هنا في الصوره هنلاقي الام لما الولد عيط خدته في حضنها وما عملتش اي رد فعل، وبس شالت البتاع في ظهره اللي هي اللعبه بتاعته، مع الوقت بيبدا يفقد الريسبونس اللي هو العياط. طيب في الافيرسيف كونديشننج هنلاقي المثال اللي قصادنا هو تقريبا مقارب للكلام. فهنلاقي في لو احنا عندنا unwanted behavior، يعني واحد اتصرف تصرف غير مطلوب، زي ان هو بيشعل نار، بيبقى بيرد مع painful او aversive stimulus، يبقى لما يجي يولع النار بنديله ألم، بنعمله ألم أو بنوبخه أو بنعذبه، أو مش تعذيب يعني، المهم إن احنا بنعمله نوع من البين يعني، فبيبدأ زي البينفول إلكتريك شوك، فنلاقي يحصل أسوسيشن
هتبقى تنتج ما بين السلوك غير المرغوب اللي هو الفاير سيتنج وما بين الافيرسيف ستيمولس اللي هو البين. بعد كده هنلاقي ان الايه ان هتبدا تقل سلوك اشعال النار في الاشياء. هنا الصورة بقى بتوضح لي حاجة تانية وجميلة جدا بنستخدمها في العلاج. احنا عارفين ان الايه ان بعض الادوية بتعمل فوميتنج، فالادوية دي هنسميها انكونديشن ستيمولس. بتعمل فوميتنج هنسميها انكونديشن ريسبونس، زي الانتابيوز مثلا في اللي هم بيشربوا كحول. فلما يجي يشرب الكحول، الكحول اللي هو كونديشن ستيمولس بيعمل اوفوريا. طب لما هو نحط له الانكونديشن ستيمولس اللي هو الدواء معاه فيجي يشرب الكحول فيحصل له نوزيا، يبقى بعد وقت كل ما هيشرب كحول يحصل له نوزيا، يبقى هيكتسب سلوك جديد ان هو يبدا يبعد عن شرب الكحول. طيب في الليرند هيلبسنس الوضع بيبقى مختلف. التجربه اتعملت في البوكس بتاع بابلو برضو، والبوكس ده او سيليجمان بوكس، وده حط الكلب في بوكس، والبوكس في منطقة معينة فيه بتبقى من الكهرباء، وطول ما مفيش كهرباء بيبقى فيه اللمبة اللي في الجنب بتبقاش منورة، بتنور يقوم هيحصل كهرباء، فديت الكلب بيحاول يهرب منها من الكهرباء للمكان اللي مفيش فيه كهرباء. بعد كده بيستحيل عليه الهروب فبيقعد في جنب وبيبقى ديبريسد واباثيتك. وعشان كده ده بيفسر لي نظرية الديبريشن، ان هو في الهيومن ان الليرند هيلبلسنس، ان انا دايما حصل لي فرستريشن وما بقدرش اتخلص من السلوك، فبالتالي هبدا ابقى اباثيتك وديبريسد. والانتي ديبريسنت لو اديناها للانيمال بنلاقي ان الانيمال بيحاول تاني اسكيب، وعشان كده بنقول الانتي ديبريسنت بتخلص الهيومن من الايه من الديبريشن. طيب اخر في حاجه برضو من الظواهر اللي هو لان الكلاسيكال كونديشننج اللي هي الامبرنتنج. ففي الامبرنتنج بتبقى عباره عن ميول لاي كائن انه بيعمل ارتباط ما بينه وما بين اول واحد شافه بعد ما يولد او ما بعد ما يحصل هاتشنج للبويضات. وده الصور بتوضح ده، هنلاقي ان صغار الاوزة مش وراها، وهنلاقي ان الحمام بعد ما فقس البيض مش ورا الحارس. دلوقتي هنتكلم عن الاوبرنت كونديشننج اللي هو بنسميه التعلم الشرط الاجرائي، وده اللي ابتدعه او فكر فيه او صممه كان سكينر. والقواعد العامة بتاعته او البرنسبلز ان دايما السلوك بيبقى بيتحدد بالتوابع بتاعة السلوك الانسان، يعني اللي هو حاجة الانسان ما يعرفهاش قبل كده لكن بيعرفها بعد ما يحصل له توابع معينة. التوابع ديت اللي هي consequence عبارة عن reinforcement او punishment، ودي بتحصل occurs immediately following a behavior، يعني بعد ما يسلك السلوك يا اما يحصل له reinforcement اللي هو بنسميه التعزيز، او البانشمنت او العقاب. طيب في الاوبرانت كونديشننج برضو البيهيفير از نوت بارت من الانديفيدوال ناتشرال ريبتوار، يعني ما هوش جزء هذا البيهيفير ما هوش جزء من السلوك الانساني، لكن هو مكتشف جديد له، لكنه بيبقى ليرند وبيبقى ثابت معاه ثرو الريانفورسمنت. الفيتشرز بتاعت الاوبرانت كونديشننج، اول حاجه the likelihood that a behavior will occur is increased by positive or negative reinforcement، يعني معناها ان السلوك بيزيد اللي بيحدث بيزيد بالبوزيتيف
او النيجاتيف رينفورسمنت اللي هو التعزيل الايجابي او السلبي، وبيقل بالعقاب او بالاطفاء. فالرينفورسمنت عندنا فيها تو تايبس، في بوزيتيف رينفورسمنت، ودي دايما بتبقى عباره عن ريورد، بديله جايزه، بياخد جايزه مقابل السلوك، او نيجاتيف رينفورسمنت بيسكيب من العقاب او بيسكيب من البينفول ستيمولاي. في البانشمنت والعقاب، طيب الاكستنكشن في الاوبرانت كونديشننج اللي هو الاطفاء في الاوبرانت كونديشننج هو عباره عن النمط او الجداول بتاعه الرينفورسمنت، وبيبقى في الريزيستنس للاكستنكشن، وده هيبان من الجداول. للتوضيح اكتر، فالرينفورسمنت عباره عن بوزيتيف رينفورسمنت زي ما اتفقنا اللي هو تعزيز ايجابي، وده بيبقى في الحاله دي الانديفيدوال بيحصل على جايزه، عباره عن انترودكشن لمثير ايجابي او حاجه كويسه، ذات ريزلت ان انكريز، بتزود الريت اوف بيهيفير، بتزود التكرار البيهيفير والنسبه بتاعته. والنيجاتيف رينفورسمنت اسكيب هنا ريموفال اوف ان افيرسيف ستيبولس ذات اولسو ريزلت ان ان انكريز ان ريت اوف بيهيفير، يعني معناها ان هو بيحاول يتجنب العقاب او المثير العقابي عشان ايه يزود السلوك الايجابي. البانشمنت عباره عن انتروداكشن اوف افيرسيف ستيمولس، في عقاب بيبقى الهدف منه تقليل الريت للانوانتد بيهيفير لما يكون الرينفورسمنت از ويزهيلد. عشان نوضح الموضوع اكتر فهندي مثال، فهنلاقي ان في ام عندها ولدين، واحد عنده 8 سنين والتاني 6 سنين. الولد اللي عنده 8 سنين دايما بيضرب اخوه الصغير وشرس معاه، فهي بدأت عايزة توقف هذا السلوك العدواني، فاستخدمت احد بعض الطرق، وفي كل طريقة هنحاول نعرضها ونشوف هي عملت ايه معهم. الام استخدمت واحدة من الطرق الاربعة الجايين. اول حاجة استخدمت معاه البوزيتيف رينفورسمنت، وهو انها ادت له جايزة او بريز في صورة ماني. فكان التشايلد اللي هو اللي عنده 8 سنين بدأ يقلل ضرب اخوه، وبدأ يبقى يعامله بلطف عشان ياخد الجايزة من امه، والبيهيفير ده بيزيد باي ريورد، اللي هو الكايند بيهيفير بيزيد مع الريورد. والريورد او الرينفورسمنت هنا اللي هو البريز بيزود الديزاير للكايند بيهيفير اللي هو الكايندنس ناحيه او اللطف مع اخوه الصغير. الريورد كان بي بريز اور اتنشن، ممكن يكون جايزه او اهتمام، عاطفيا تديله اهتمام، تطبطب عليه تحضنه، وبريز ان هي بتديله فلوس او حاجه حلوه مثلا شوكولاتايه او كده. عملت بعد كده نيجاتيف رينفورسمنت، فلقت ان البيهيفير برضو بتاع التشايلد بيقل لما بدات توبخه. فالتشايلد بيزود الكايند بيهيفير ناحيه اخوه الصغير عشان يتجنب ان هو يعاقب او يوبخ. فالافكت على البيهيفير اللي هو الكايند بيهيفير انكريزد باي افويدنس اور اسكيب. وهنا عشان نعلق على الموضوع ده بنقول ان الاكتيف افويدنس اوف ان افيرسيف ستيمولس، التجنب الارادي من الافيرسيف ستيمولس المثير العقابي ان هو يعاقب يعني او يوبخ، بيزود الديزاير بيزود الديزاير بيهيفير اللي هو الكايندنس توورد هيز براذر. تالت حاجه استخدمت البانشمنت، ضربته. لما ضربته البيهيفير بيقل
لان في ابرزيف ستيمولس، لان في مثير قوي بقى شديد، في ضرب وعنف. فالتشايلد اللي هو عنده 8 سنين بدا يقلل المعاكسه وضرب اخوه بعد ما والدته ضربته. وهنا الديليفري اوف سكولدنج ديكريز ان وونتد بيهيفير، يعني لما تعمل لما تبدا وصلت انها تضربه عشان يمنع انه يضرب اخوه، فبيقلل الايه السلوك العدواني ناحيه اخوه، ولكن بسرعه بيرجع ايه بيرجع تاني، يرجع لهذا السلوك، ولكن ليس لا ينطفئ سلوكه تماما. يعني بعد ما عملت الرينفورسمنت بوزيتيف نيجاتيف وعملت بانشمنت، عملت حاجه رابعه خالص اللي هو الاكستنكشن وهو الاطفاء. فهنا البيهيفير بيبقى اليمينيتد باي نون رينفورسمنت، انها عملت نفسها مش واخده بالها ناحيه الايه السلوك العدواني من الكبير للصغير. وهنا الطفل اللي عنده 8 سنين بدا يوقف ضرب اخوه لما حصل اهمال للايه للسلوك بتاعه العدواني ناحيه اخوه. وعشان كده بنقول الاكستنكشن بتبقى مؤثره جدا اكتر من العقاب واكتر من الانفورسمنت فور لونج تيرم ريدكشن للانونتد بيهيفير اللي هو العدوان على اخوه. صحيح بيحصل زياده في السلوك العدواني في البدايه، لكن مع الاهمال بيبدا ينطفئ ويختفي تماما. طيب ايه الفيتشرز؟ بقيت الفيتشرز اللي هو الاكستنكشن عشان نوضحها اكتر، هي عباره عن جرادوال ديسابيرنس اوف ليرند بيهيفير لما الريانفورسمنت او الريورد او البانشمنت از ويز هيلد. ففي باترن او سكيدجول للريانفورسمنت، وده بيورينا قد ايه ازاي السلوك بيكتسب وازاي السلوك بينطفئ لما يحصل عدم جوائز او ريورد. يعني يبقى الباترن او السكيدجول ريفورسمنت افكت هاو كويكلي بيهيفير ليرند وهاو كويكلي بيهيفير بيكمز اكستنكت when it is not rewarded. الريزيستنس للاكستنكشن بيبقى عباره عن القوه او الفورس اللي هي بتمنع السلوك السلوك الغير مرغوب فيه من ان هو يختفي لما الريورد يرفع او ما يبقاش في ريورد، ما يبقاش في جوائز. يعني تعالوا نتكلم بقى دلوقتي عن السكيدول اوف رينفورسمنت، وهنلاقيهم عباره عن خمس انواع، خمسه تايبس. نمره واحد اللي هو الكونتينوس، وهنا الرينفورسمنت بيبقى بيحصل افتر كل ريسبونس، يعني الرينفورسمنت بعد كل ايه استجابه. والمثال على كده اللي هو الشابه الصغيره او كانت راحت تجيب كاندي من الماشين اللي هي فيندنج ماشين اللي هي بنحط فيها الجنيه فيطلع منها الحاجه الحلوه ولا علبه الكاكولا او الكنز. يعني فكل مره كان بتحط الجنيه او الدولار فكان بيظهر ال بتجيلها الكنز، لكن لما مره حطت الدولار وما جاش الكنز فبطلت تحط الدولار فيها. فهنا الافكت على البيهيفير، ان البيهيفير اللي هو البوتنج الدولار او عشان تو ريسيف الكاندي بيبقى رابيدلي ليرند بات ديسابير رابيدلي، وده بيعني ان في ليتل ريزيستنس للاكستنكشن هو نوت رينفورسد بالكاندي لما الكاندي ما جتش. طيب نمره اثنين اللي هو الفيكسد ريشيو، الفيكسد ريشيو بيبقى الريفورسمنت بيتقدم لما يحصل ديزاينيتد نمبر من الريسبونس
يعني ديزاينيتد حاجه مكرره من عدد مكرر من الايه من الاستجابات. والمثال على كده الراجل اللي هو العامل اللي بياخد 10 دولار او 10 جنيه على كل 5 طوائق بيعملهم، ففي الشيفت بتاعه هيحاول يعمل اكتر من الخمس طوائق، ممكن يعمل 20 و30 عشان ياخد فلوس اكتر. فهنا بيحصل فاست ريسبونس، استجابه سريعه، سرعه استجابه لنسبه الريسبونس او لتكرار ريسبونس نتيجه للانفورسمنت اللي هو بيتاخد على كل حاجه. بعد كده نمره 3 اللي هي الفيكسد انترفال اوف رينفورسمنت. الرينفورسمنت هنا بيتقدم بعد مده معينه، وده مثاله ان الطالب اللي هو عنده امتحان في التشريح يوم جمعه مثلا بيبدا يذاكر 10 دقائق كل يوم ويزيدوا قبل الامتحان لدرجه انهم ممكن يوصلوا ساعتين في يوم الخميس لان الامتحان ثاني يوم. فطبعا الريسبونس ريت هنا نسبه الريسبونس او مده الريسبونس اللي هو الاستادينج هتزيد او كميه الريسبونس هتزيد ناحيه نهايه الاسبوع، وده اللي هو بنسميه الفيكسد انترفال. طيب في نمره 4 اللي هو الفاريبل ريشيو اوف رينفورسمنت. بيبقى الرينفورسمنت بيتقدم بعد راندوم اند انبريدكتبل نمبر اوف ريسبونس. هيبقى في رينفورسمنت عشوائي والنمبر بتاع الريسبونس هيبقى ايه؟ هيبقى عشوائي هو الاخر. تمام؟ ده الايه؟ زي اللي بيلعبوا بوكر ولا بيلعبوا على السلوت ماشين، فبتحط 5 دولار فما بتكسبش، بتحط 50 ما بتكسبش، لكن هي متوقعة انها ممكن تكسب في اي وقت. وهنا البيهيفير بلاينج السلوت ماشين كونتينيوز بيبقى هايلي ريزيستنت للاكستنكشن ديسبايت الفاكت ات از اونلي رينفورسد winning money after a large but variable number of response. يعني امتى هكسب ما اعرفش، وده طبعا بيحصل في الجامبلرز عموما، وده ان ما بيحصلهمش اطفاء للسلوك الادماني او المقامره، يعني اسلوب المقامره. في السكيدول الخامس اللي هو فاريبل انترفال، الوقت بقى هنا بيبقى راندوم وانبريدكتبل اماونت اوف تايم. وده الفرق بينه وما بين لو احنا رجعنا للشريحه الاولانيه هنلاقي ان هو الايه كان مش التايم، كان الريسبونس والريت بتاعه. هنا بعد 5 دقائق الراجل قدر يصطاد سمكه كبيره، ولذلك ممكن يقعد 4 ساعات مستني سمكة تانية. وهنا البيهيفير اللي هو الفيشنج continues is highly resistant to extinction despite the fact that it is only reinforced a fish is caught after varying time interval. طيب الشيبنج والموديلنج اللي هو الشيبنج او تشكيل السلوك او تعديل السلوك او تغيير السلوك، ان هي بيحصل rewarding الكلوزر اند كلوزر approximation of the wanted behavior until the correct behavior is achieved. يعني كل ما يعمل وبيحاول يحسن السلوك بقوم اديله ايه rewarding او بديله reinforcement. زي اللي تشايلد ليرنينج تو رايت بريزد وين شي ميكس ا ليتر
even though it is not formed perfectly. يعني حتى لو عملت الخط بطريقة غلط او نسيت حرف بديلها جايزة لغاية ما تعمل الخط مرة تاني تصلح الجملة او الكلمة اللي احنا قايلين لها عليها. وده بيخلينا برضو نقول كوتيشن اللي هو do wait for the subject to deliver the desired behavior. نعم sometimes we use a process called shaping. اللي هي الشيبنج is reinforcing small steps on the way to the desired behavior. وده احنا عندنا المثال بتاع باري اللي هو قاعد يذاكر ده. فكل هو يدوبك بيذاكر فترة صغيرة نقوم ايه نقعد كل شوية عشان نخليه يستمر في المذاكرة بتاعته. ان ممكن نعمل له فنجان قهوة، نعمل له عصير، نعمل له نطبطب عليه، نشجعه، برافو عليك كده. فده الشيبنج اوف بيهيفير. طيب اللي هو استمرارية السلوك. الموديلنج بقى، الموديلنج عبارة عن تايب اللي هو المثل الأعلى، بشوف مثل وبحاول أقلده. It is a type of observational learning، نوع من أنواع الobservational learning. وهنا الindividual behave in a manner similar to that someone she admires. يعني أنا زي القرد كده معجب بالطفل، أو الطفل معجب بالقرد، فده بيحاول، فالطفل بيحاول يقلد القرد، او القرد بيحاول يقلد الطفل، لا مانع. انت بتحاول تقلد الاستاذ بتاعك مثلا في سلوكه لما تكون معجب بيه. طيب نيجي بقى للجزء الاخير اللي هو البيهيفيرال ثيرابيز. واحنا في البيهيفيرال ثيرابيز بتبقى طبعا كلها بتعتمد على الليرنينج ثيري، على نظريات التعلم اللي احنا ذكرناها قبل كده. السيمبتومز بيبقى ريليفد باي ان learning mal adaptive behavior pattern and altering negative thinking pattern. يبقى احنا بنحاول نرفع الاعراض باننا بنعمل تعلم جديد للسلوك، ان احنا ما بنعلموش المال adaptive behavior pattern اللي هو النمط السلوكي الغير سوي، وبنحاول نغير الناطس الفكرية أو التفكيرية السلبية. في المقابل السايكو أناليسيس ريليتد ثيرابيز، الإنسان بيحاول يدرس الإيه، يدرس الإيه اللاشعور الإنساني. بناخد التاريخ الإنساني من ناحية الصراعات اللاشعورية، وبتبقى لما بتكون ريليفانت. وعشان كده ما بنناقشهاش في الايه في البيهيفيرال ثيرابيز. التايبز ايه هما التايبز اوف سبيسيفيك بيهيفيرال ثيرابيز؟ عندنا انواع كتير، منهم السيستميك ديسنسايزيشن والافيرسيف كونديشننج والفلودنج والامبلوجن والتوكن ايكونومي والبايو فيدباك والكوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي. ما تيجوا بقى نتكلم عن، ودلوقتي ما تيجوا نتكلم عن الموست كومن يوز استراتيجيز في البيهيفيرال ثيرابيز. اول حاجه فيها سيستماتيك ديسنسايزيشن او زال التحسس المنهجي، ودي بتبقى يوزد في المانجمنت اوف فوبياز او ريشنال فيرز او الرهابات. امباست ثرو ذا بروسيس اوف كلاسيكال كونديشننج، البيرسون اسوشيتد ان نوت نوكشوس اوبجكت ويز افير بروفوكينج ستيمولس انتل ذا نوكشوس اوبجكت بيكم فرايتنينج. في imprisoned بن increasing dose للfear provoking stimulus are paired with relaxing stimulus to induce relaxation response. Because one can't simultaneously be fearful and relaxed اللي هو بنسميه reciprocal inhibition اللي هو التثبيت العكسي او المقابل. The person shows less anxiety when exposed to fear-provoking stimulus in the future. في عشان نشرحها اكتر، هنلاقي ان الثيرابيست تيتش البيشنت ريلاكسيشن سكيلز، بيعلمه الاول ازاي يسترخي، such as tensing and then relaxing muscle group. هيعمل انقباض للمجموع العضلي بتاعه كله، وبعد كده
يعمل ريلاكسيشن له، وفي نفس الوقت بيعمل بريزنج من ايه، بيتنفس من الصدر اللي هو من عن طريق الدايفراج. بعد كده بنعمل هيراركي اوف ذا بيشنت سفير از كونستراكتنج، يعني بنعمله سيناريو للحاجه اللي بيخاف منها. الاول مثلا نقسم اللون الابيض نتكلم عنه، بعد كده نوري له القماش ابيض، بعد كده نوري له عروسه بيضه هنقول له انه يتخيلها، وبعد كده نمسكه العروسه البيضه في صوره الحاجه اللي بيخاف منها، بعد كده بنخليه يشوف الحاجه اللي كان بيخاف منها ويبدا يمسكها. Hierarchy of the patient's fears is constructed. The hierarchy range from imagined scenes with which arouse mild anxiety to scenes that evoke intense fear. طبعا لما بيحصل له لما بيتخيل الحاجه ويحصل له مايلد انكزايتي بيبدا يعمل ريلاكسيشن تكنيك، وده ديسنسيزيشن. ان البيشنت ريلاكس ديسنسيزيشن بيجنز لما العيان يبدا يريلاكس فيدلي ايماجينز فير راوزنج سين ستارتنج وذ ذوز ذات ار اونلي مايلد انكزايتي بروفوكينج ديسنسيزيشن بريسيد. بنبدا نعمل العمليه بتستمر خطوه خطوه through intensity fear arousing scene. بعد كده الثيرابيست بيشجع العيان بتاعه to confront the fear الحقيقي بقى beginning with the milder ones، ان هو يشوفها بعدين يلمسها بعدين يمسكها. تمام. بعد كده تاني حاجه الافيرسيف كونديشننج او التكيف المكره، وده بيستخدم في المانجمنت اوف بارافيلياز زي البيدوفيليا وفي الادكشن زي السموكينج. الكلاسيكال كونديشننج بتبقى يوزد تو بير المال ادابتيف بيهيفير ولكنه بليجرابل ستيمولس زي شرب السيجاره مثلا، ويز افيرسيف اور بينفول ستيمولس بينفول الكتريك شوك اور نوزيا زي ما احنا شايفين في الصوره. So that the two becomes associated. The person ultimately stop بيبقى حتميا او حتما هيوقف الانجيجنج في المال ادابتيف بيهيفير بيكوز ات اوتوماتيكالي بروفوك ان انبليزنت ريسبونس. طيب النمره 3 الفلودنج او الامبولوشن. الفلودنج ان انا بعرضه للموقف اللي بيخاف منه حقيقة بنفسه، انما الامبولوشن بخليه يتخيل الموقف اللي بيخاف منه، يعني بيخاف من الاماكن المرتفعه، يا اما بحطه في فجاه في مكان مرتفع او بطلعه في اسانسير او الى اخره، فجاه في دور عالي او في بلكونه عاليه زي ما احنا شايفين في الصور، او اخليه يتخيل ان هو في مكان عالي. فطبعا ده هيعمل overwhelming dose of feared stimulus. مع تكرار العمليه هيحصل نوع من انواع الهابيتويشن التعود، بعد كده هيبقى كاستمد بيتعود ان تو ذا ستيمولس وما عادش هيخاف بعد كده. بقى نمره 4 اللي هو المكسب الرمز المميز او التوكن ايكونومي، والتوكن ايكونومي او الايه الاقتصاد الرمزي ده معنى تاني. ده بنزود البوزيتيف بيهيفير ان بيرسون هو سيفيرلي ديس اورجنايزد. بقى هنا سيفيرلي ديس اورجنايزد زي السايكوتكس والاوتستيك والمنتال ريتاردد زي السكيزوفرينكس كمان. ثرو ذا بروسيس اوف اوبرانت كونديشننج الديزايربل بيهيفير اللي هو ان انا اخليه يحلق شعره او ايه او يحلق دقنه او يسرح شعره او يستحمى بيبقى reinforced بعد كده ب توكن ايكونومي توكن ريورد او بوزيتيف reinforcement اللي هو التوكن، يا اما اديله حاجه حلوه ياكلها، يا اما اديله سيجاره، يا اما اديله علامه مميزه. البيرسون انكريز ذا ديزيربل بيهيفير تو جين ريورد، يبقى هيعمل بيهيفير تاني عشان يوصل للريورد مره تانيه. بعد كده في البايو فيدباك الارتجاع البيولوجي او التغذيه الرجعيه، ويمكن الصوره بتشرح لنا اوديو فيجوال ديسبلاي
ده بايو فيدباك ديفايس. وبعدين بنشوف البرين اكتيفيتي او بلاد بريشر او البلسيشن او كده. ودي بتمدج الفسيولوجيكال فانكشن زي الهايبرتنشن والرونز ديزيز والميجرين والتنشن هيديك والكرونيك بين والفيكال انكونتيننس والتيمبرو مانديبولار جوينت بين. Through the process of aberrant conditioning, the person is given ongoing physiological information, blood pressure measurement, which act as a reinforcement when blood pressure drops. هيشوف النتيجة قدام عينيه فيحصل له تغذية رجعية فيقدر يتحكم أكتر. The person يبقى relaxed ويقلل الضغط. The person use this information along with relaxation technique. بيعمل استرخاء لما يلاقي ضغطه مرتفع فيعمل استرخاء فيقل الضغط فيشوف ان الضغط قل او الويفز رجعت للوضع الطبيعي بتاعتها او الهارت ريت بدا يقل او السموث ماسل تون بدات تتظبط فبيبدا الريلاكسيشن كل مره لغايه ما يتخلص من الانكزايتي بتاعته او الهايبرتنشن او الحاجات اللي هي الانديكيشن بتاعتها. تمام، دي بتستلزم وجود جهاز. وانتم ملاحظين ان التوكن ايكونومي البايو فيدباك بيعتمدوا على الاوبرنت كونديشننج على عكس الافيرزيف والثيرابي والديسنسايزيشن. سيستماتيك ديسنسايزيشن بيعتمدوا على الايه الكونديشننج على الكلاسيكال او الكونديشننج. اخر حاجه اللي هي الكوجنيتيف بيهيفير ثيرابي واللي هي العلاج السلوكي المعرفي، وديت تو مانج مايلد مودريت ديبريشن والسوماتيك فورم ديس اوردر والايتنج ديس اوردر. ودي بتتعمل اسبوعيا 15 ل 25 اسبوع. وهنا الشخص از هيلب تو ايدنتيفاي ديستورتد نيجاتيف ثوتس، يعني بنعرفه الافكار السلبيه اللي عنده او اللي هي الكوجنيتيف ايرورز اللي عنده اباوت هيم اور هير سيلف. البيرسون ريبليس this negative thoughts with positive one with self assuring thoughts and symptom improved. symptom improved بعدها. فال negative thoughts how can I live with this. الايموشنال افكت بتاعه بيبقى في الدبريشن والارتابيليتي والانكزايتي والفراستريشن والانجر والهوب هيلبلسنس. النيجاتيف ثوتس في صوره هاو كان اي ليف وذ ذي ثوتس. ذا نويز از جيتنج لاودر. نو وان كان هيلب مي. دي كلها نيجاتيف ثوتس. الديسربشن تو لايف ستايل بيعمل افويدنس ل اوف بليزنت انفايرمنت. بيعمل ديسترب بيحصل ديسترب سليب بيحصل ريليشن شيب ديفيكولتس وبيحصل سوشيال اوكيوبيشنال ريستريكشن وبيحصل كوميونيكيشن ديفيكولتس. ديت اللي هي بسبب النيجاتيف صوت. وكده نقدر نقول السمري بتاع موضوعنا اللي هو learning is the acquisition of new behavior better. Methods of learning include simple forms زي habituation synchronization and more complex types including classical conditioning and operant conditioning. We learning methods are basis of behavioral treatment techniques such as systemic desensitization, aversive conditioning, flooding, biofeedback, token economy, and cognitive behavior therapy. بعد كده انا هوريكم بعض الاسئله اللي هي امثله على اللي فات. اول سؤال فيهم اللي هو the pain for blood withdrawal procedure at the child initial visit can be called the unconditioned stimulus ولا conditioned response
او conditioned stimulus او conditioned response. رأيكم ايه؟ انا شايف انها تمام unconditioned stimulus. طيب تاني سؤال بنقول a 4-year-old child who has received beatings in the past from which he couldn't escape, يعني بيتخبط او بيتصدم كتير في الايام اللي فاتت في ومش قادر يتخلص من هذه الايه من هذه الصدمات. appears unresponsive and no longer tries to escape new beatings. This behavior by the child is an example of stimulus generalization ولا modeling ولا shaping ولا imprinting ولا learned helplessness. تمام انا شايف انها learned helplessness. وبعد كده في وقت للدسكشن والفيدباك والريفرنس بتاعنا اللي هو BRS Behavioral Science Board Review 7th Edition by Barbara Fadim PhD. وثانك يو لسماعكم المحاضرة، واشوفكم محاضرة تانية ان شاء الله.